هذه المؤسسة أنس بن مالك، السلامة والعافية اللي تبعك. هاد التلاميذ ديال دابا فين غيقراو؟ واش حنا استطاعتنا غنديوهم لشي مؤسسة خصوصية؟ أنا كنوجه هاد الرسالة لجميع المسؤولين يوقفوا معانا، وكنوجهها لمحمد السادس خاصة يدير معنا شي حل، باش التلاميذ السلامة والعافية اللي غادي نتشردوا حنايا ما عندناش الإمكانيات، فين غنديو هاد الدراري؟ بالنسبة للكورونا هاد الدراري غيكون تراكم، غيكون تزاحم، فين هاد الدراري غادي يمشيو؟ فين غادي يقراو؟ حنا كتقولوا لنا كورونا كاين تباعد، ديروا الكمامات، ما تخرجوش، ما ديروش، ما تفعلوش، ما تتركوش. وبالنسبه للدراري، الدراري غير نرتاكمو السلامه القيصر، شحال غيكون فيه من تلميذ الى حيث ان هاد المؤسسه وديت لنا شي مؤسسه اخرى؟ السلامه والعافيه اللي غيكون تلميذ القيصر فيه 50 او 40، نهضروا غير بالنسبه على كورونا، فين هي هاد كورونا؟ لهذا بان هادشي كلشي بانه راه كذوب، وديروا معنا شي حل الله يجازيكم بخير وشكرا. مسكوت عليه راه هذه فقط من ديال هذا مجموعه من المؤسسات ديال الشعب انفق ديالهم المؤسسات على امتداد الوطن زياره التي تريدها ليلا ونهارا والدوله غاديه في هذا المخطط مخطط الخوصات جاب التوظيف التعاقد باش اكاديميه باش تولي خلاص الاساتذه باش تدفع خدمات لهذا الشعب زاد اكاديميه تكون عندها فلوسها الخاصه هنا تجيبها في اكاديميه هي انها غتقري وبالتالي غتبيع قرايه ولا الشعب هذه الاولى اليوم يباع كذلك تباع كذلك الفجورات اولا تحيه عاليه تحيه لكافه المنابر الصحفيه التي يعني ابت الى ان تغطي الشكل الاحتجاجي اليوم. الشكل الاحتجاجي اليوم هو جاء يعني بعد البيان السنكاري التي يعني اصدرته التنسيقيه الاقليميه للاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد بالحي الحسني في 12 يعني ماي 2021، الذي يعني رفضنا فيه بيع المدرسه العموميه بشكل عام واعداديه انس بن مالك بشكل خاص. ثم يعني بعد ذلك جاءت الدعوه يعني من طرف المكتب الجهوي للتنسيقيه الوطني للاساتذه اللي فرض عليهم التعاقد، مكتب جهوي جهه الدار البيضاء 16، يعني القاضي بتجسيد وقفه احتجاجيه وفاء منا لمبدا الدفاع عن المدرسه والوظيفه العموميتين. اذا هناك ارتباط جدلي ما بين مخطط التعاقد وما بين بيع المدرسه العموميه. اذا كنا منذ 2018 في التنسيقيه الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد ننادي بان مخطط التعاقد لا ينفصل على مسار الخوصصه، وان القانون الاطار وان الرؤيه الاستراتيجيه 2015-2030 هدفها الاساسي هو شرعنه خوصصه قطاع التعليم. اذا حنا كنشوفوا الان انه مؤسسه عموميه يعني انشئت سنه 2001 وتم تجويد خدماتها باصلاحات التي يعني قامت بها المديريه سنه 2018، يعني ان نيه المديريه الاقليميه كانت غايتها هي استمرار تقديم الخدمات للمتعلم، الا ان اراده المؤسسات الخاصه، اراده الراسماليه، الا ان التزام الدوله مع المؤسسات الخاصه كان اقوى من التزامها مع القطاع العام او مع الشعب المغربي. لذلك نلاحظ الان يعني مؤسسه عموميه تم بناؤها يعني من بميزانية الشعب المغربي يتم تفويتها للخواص في واضح النهار وأمام أنظار الرأي العام، وأكدت ذلك الأكاديمية الدار البيضاء 16 في بلاغها الأخير عن بيع المؤسسة وتشريد أزيد من 500 متعلم ومجموعة من الأساتذة. إذا حنا هنايا كنأكدوا كنرفضوا بيع المدرسة العمومية بشكل عام وإعدادية أنس بن مالك، وكنقولوا بأن مخطط التعاقد يعني لا ينفصل، وكندافع على المبدأ ديالنا ديال الدفاع عن المدرسة العمومية يعني في الميدان وفي الشارع. لا سلام لا استسلام، معركة نضالية.
المدرسة في المزار العلني يتمار فلوس هل الشعب يعني المدرسة في المزار العلني غزيت مال فلوس هل الشعب يعني. أولا نحيي جميع الضمار الحية التي حضرت اليوم وعلى رأس التنسيق الجوي لسيد المبرزان التعاقد التي تجسد الآن خطوة لتقول لا لبيع المدرسة العمومية ونعم لمدرسة مجانية لكافة أسر المهمشة في هذا الوطن. الآن عندما كنا نقول منذ تأسيس التنسيق الوطني في 4 مارس 2018 كنا نقول بأن المدرسة العمومية ستباع في المزاد العلني لمستثمرين وسيتم تخصيص القطاع بإكماله، وهي أول خطوة. الآن أول خطوة في بيع مدرسة أو إعدادية أنس بن مالك في الحي الحسني، نقول سنتسطى لكل الخطوات ما دام هناك قلب ينبض في كل أستاذ مفرد التعاقد عنده قلب تينبض، نقول بأننا سنتسطى لكل خطوات ديال أمزازي وكل خطوات حكومة العثماني وحكومة التحالف بخمسة أحزاب، نقول بأننا سنتسطى لكل خطوات أن نجسد خطوة والقادم سنتسطى لها. نقول بأن الأسر المغربية وبجمعية الآباء وفدرية الآباء عليها أن تحدد الموقف ديالها الصريح، واش هي مع بيع المدرسة العمومية أو مع التصدي لكل الخطوات التي تعبت بهذا المستقبل ديال التلامذة. نقول بأننا عندما كنا نجسد الإضراب فهي من أجل مصلحة التلميذ، إسقاط مخطط التعاقد يساوي إسقاط كل المخططات التخريبية التي ستخرب قطاع التعليم، سيضربون قطاع الصحة بالتعاقد وسيضربون قطاع أخرى بالتعاقد، والآن يضربون ويحاولون خصوصا قطاع التعليم اللي هو قطاع حيوي اللي تضم المغاربة وتحاول يوعي المغاربة، وما بغيش المغاربة يوعاو، ما بغيش ولاد المغاربة يقراو، ما بغيش ولاد المغاربة يزاحموا ولادهم في مناصب عليا، باغين ولادهم يقراو في كندا في ألمانيا، ولاد الشاب حطوا البكالوريا ويمشي العكاشة ولا يشم السيليسيوم ولا يتكيف ولا يمشي يبيع الخضرة إلى آخره، ما بغيش الدري يمشي للجامعة يتوعى، ما بغيش الدري يكمل الدراسة ديالته في أوروبا يتوعى، ما بغيش ولاد الشعب يقرا مزيان، باغي ولاد الشعب يحط البكالوريا أو السنة الثالثة إعدادي ويمشي يقلب على راسه. وتحية نقول مجددا بأن التنسيق الوطني الأسد المفروض أن التعاقد موقفه واضح لا لخصوصة المدارس العمومية ونعم لمدرسة عمومية وهي ملك لجميع أسر الفقيرة. السلام عليكم، أنا أم الطفلة ديالي كتقرا هنايا في هذه المؤسسة، حنا كنمددوا أنا وجميع الأمهات رافضين هذا القرار اللي صدر بأن هذه المؤسسة غتفوت للقطاع الخاص، وزعما أنا مش حال هذه سنعرف بأن المؤسسة العمومية ستبقى في ذاك القطاع العمومي للشعب الفقير، يعني لكون حيدوا هذه المؤسسة وداروها شي حاجة للشعب ما يبقاش فينا الحال، مي هما غادي يحيدوها غادي يعطيوها للقطاع الخاص اللي ما عنده حتى علاقة بوليداتنا، حنا أصلا الشيخ زايد ما كنستافدوش منه، ما كنستافدو لا في تطبيب لا في تعليم لا في حتى شي حاجة، بعيدين كل البعد على القطاع ديالو. وهذه المؤسسة يعني غنية عن التعريف، غادي تسولي أي واحد من الآباء غادي يقول لك التاريخ ديالها، التاريخ ديالها تاريخ حافل بالنجاحات، الوليدات كيجيو في واحد المستوى كيرجعوا في مستوى اخر، الاطر التعليميه ديالها الله يعمرها دار. عفوا، المهم انا كناشد السلطات المعنيه انها تحيد هذا القرار، وديجا واحد القرار كانوا قالوه بان المؤسسه فارغه، قرار كاذب كاذب. هما فاش داروا واحد الاحصاء جمعوا الاقسام كاملين حتى هذوك الاقسام اللي ما خدامينش باش ياخذوا قرار ان المدرسه فارغه، حنا ذاك البلاصه اللي خاويه كانوا غادي يديروها ثانويه، كنا ولادنا غادي يقراو الثانويه تخصص علمي، فاذا بنا كنتفاجئوا ان حتى الاعدادي بغاو يحرمونا منه، لا يعقل هادشي داخل فيه الكذوب. مؤسسه عامره، قسم عامر، كل شيء متوفر، علاش تيقولوا لك مدرسه خاويه اللي غادي نحيدوها؟ ما خاويهش، غتلقوا لينا باب ديال التسجيل العام الجاي وغادي يشوفوا واش مدرسه خاويه ولا لا. وكنتمنى انهم يديروا معنا واحد الحل وان الصوت ديالنا يوصل لكل شيء والجهات المعنيه. كنشكر.
توصل صاحب جلالة نصر الله هو الراعي الأول والمربي الأول وما يقاش من الطير وإحنا الشعب اللي مرتاح في هذه المدرسة وكون كانت عايشة المدرسة ما كتستحقش والله ما نوقف والله ما نوقف ليها ولكن أنا اليوم كنوقف فيه إجلالا واحتراما الحيوط ديال هذه المؤسسة وكذلك الأساتذة وكذلك الإدارة والله العظيم كنهضر بحقها لأننا بنتي من العوائل في هذه المدرسة وكنتمنى وليداتي اللي جايين حتى هما يمروا في هذه المدرسة وشكرا. التنسيقيه الوطنيه الاساتذه الذين فرض عليهم تعاقد جهه الدار البيضاء سطات كتنظم هذا الشكل النضالي هذا لاننا المطلب ديالنا مطلبين اساسيين هو الادماج في اسلاك الوظيفه العموميه والحفاظ على مجانيه التعليم لابناء الشعب المغربي وعلى هذا الاساس جات هذه الوقفه الاحتجاجيه هذه من اجل القول باننا كنرفضوا اغلاق المؤسسات العموميه في وجه ابناء الشعب المغربي وكنطالبوا بان المؤسسات العموميه تبقى مجانيه ومفتوحه في وجه ابناء الشعب المغربي لكن الأكاديمية ديال جهة الدار البيضاء سطات أنها باعت هذه المدرسة هذه ما نقولوش بأنها كما كتقول هي أنها فوتتها القطاع الجامعي إلا هذيك مؤسسة جامعية خاصة خصنا نوضحوا بأن مؤسسة جامعية خاصة وهذا تفويت وهذا بيع ديال المدرسة العمومية أننا كنحيدوها من القطاع العام وكندوزوها للقطاع الخاص اللي هو الجامعة اللي مرتبطة بهذا المستشفى هذا كنشوفوا واحد العدد كثير ديال الاساتذه واحد العدد كثير ديال الاسر كما كتشوفوا كاين 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 سكن اقتصادي او سكن اجتماعي بكثافه سكانيه عاليه فين غادي يمشيوا هاد الوليدات هادو الى تسدات هاد المؤسسه هادي حنا كنطالبوا بان هاد المؤسسه تبقى مفتوحه في وجه التلاميذ وان الاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد هم الان كيقولوا وكيجسدوا الشعار ديال المجانيه ديال التعليم والشعار ديال الدفاع على المدرسه العموميه وكندعيو جميع الهيئات وجميع الناس اللي كيدافعوا المدرسه العموميه وجميع الهيئات اللي كتبجح بالديمقراطيه وكتبجح بانها كتدافع على اولاد الشعب اولاد الشعب هما هنا الان هما غادي يخرجوهم للشارع فما موقف الجميع التنسيقيه هي عبرت على الموقف ديالها واضح وصريح بانها كترفض هذا التفويت هذا اذا اين الجميع نطالب الجميع بانه يتحمل المسؤوليه ديالو في هذا الاغلاق ديال هذه المؤسسه هذه لانها ماشي مؤسسه فارغه ماشي مؤسسه اللي فيها واحد العدد قليل فيها عدد مهم ديال 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 التلاميذ اذا من حقهم انهم يستمروا في المؤسسه ديالهم واذا كانت الوزاره كتبجح بانها تجويد العرض العمومي فاننا كنقولوا لها تجويد العرض العمومي يمر من ابقاء المؤسسات وفتح مؤسسات اخرى عموميه لولاد الشعب ماشي انكم غادي تسدوها وغادي تشردوا وليدات ديال الشعب وتحيه لكم. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.